أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. أعتقد أن مهمتي انتهت أستاذ نور. نور؟ أنا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب أني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر، أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق اليميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني أركب معك إني حسيت إنك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ايش اقول لك صراحه، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل امانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت أني محاسب بسيط واكتشفت أنه فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟